dali 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 dali. انا نحب نهني الناس الكل معناتها بدون استثناء الرؤساء القدامى بالنسبه للنادي الصفاقسي، احباء النادي الصفاقسي الكل حتى اللي ما كانوش متواجدين، ان شاء الله نهزيو لهم اللقب هذا وان شاء الله مزيد من النجاح وتالق النادي الصفاقسي في المراحل الجايه. ان شاء الله فرحنا باللقب هذا برشا وفرحوا الصفاقسيه الكل. عدنا اذا من جديد والموضوع طبعا الاحتفال بتتويج النادي الرياضي الصفاقسي بكاس الكاف للمره الرابعه في تاريخه، ولكن الحدث اليوم اخبار مهم جدا اليوم رسميا كرول يغادر النادي الرياضي الصفاقسي. سي حسين شعبان اكيد يعني اجابه على هذا الموضوع قبل كل شيء نجم نقولوا رسميا كرول غادر النادي الرياضي الصفاقسي، ويعني زوز اسئله في سؤال، هل كان بامكان النادي الرياضي الصفاقسي ان يحتفظ بمدربه؟ أنا قبل الإجابة على السؤال هذا على خاطر مش ياخذ منا برشا كلام، ثم كلمتين نحب نستسمحك ونقولهم. تفضل. أول شيء التتويج هذا ثم ناس خدمت عليه، ثم ناس ما تظهر في الصورة، وثم عباد اللي نسمعوا بهم لكن ما نعرفهمش. هنا إهداء خاص لسي عبد القادر التو، الشخص هذا اللي قدم الكثير والكثير جدا للنادي الرياضي الصفاقسي، واللي اصيب بوعكه صحيه وقت احنا متواجدين دونك التتويج هذا مش يكون معناتها تتويج عبد القادر الدو بامتياز. ايضا شكر خاص للناس اللي موجوده في لجنه كره القدم واللي تسهر على اعداد البرامج وتسهر على توفير الامكانيات وراحه اللاعبين. هنا خص بالذكر كل من عبد المجيد العودني والناصر البدوي. ايضا الناس اللي ما تعرفوهمش اللي ما يظهروش هما كل من حسين بوسرسار ولسعد الهميمي، هذوما عباد ساهموا مساهمه كبيره في اللقب هذايا. يمكن الاولاد كيما علي وغيره معناتها اقرب منهم ليلي ويعرفوا حجم التضحيات والناس هذه ايش قاعده تخدم بالليل والنهار باش نوصلوا للتتويجات كيما هكا. نعم. كرول فيما يتعلق محاصره سي حسن فيما يتعلق بكرول
كرول جاء لنادي الرياضي صفاقسي انسان حط البصمه نتاعو كما يعرفوا العباد الكل، اخدم وكان بروفيسيونيل معناتها في المده اللي فاتت الكل، حققنا معاه انجازات وفي وقت قياسي. اتبقى اليوم ثم حوايج لازمنا نوضحوها. الحاجه الاولى هو كون التتويج مهما كان شأن التتويج هذا راهو ما يقتصرش على المدرب وحده. اليوم ثم مجموعه كامله متكامله تعمل فيها الاطار الفني وفيها الاطار الطبي وفيها اللاعبين وفيها الهيئه المديره وفيها الجمهور وفيها الناس المساهمين. معناتها احنا مثلا في التتويج هذا لو كان مش شركه صفاقسي ايرلاين معناتها نشكرها ونقدموا لها تحيه كبيره. اللي وفرت لنا طائره بالحجم هكا وبالثمن اللي خذيناه معناتها اقل من نصف الثمن الطبيعي. راه النادي الرياضي الصفاقسي كان مش يعترض صعوبات اكثر في الرحله، وكان معناتها يجم ديتاي صغير وقت اللي الرحله تبدا ب 30 ساعه وب 36 ساعه باش تخلط المكان باش تجري فيه المباراه، كنا نجموا على دي بتي ديتاي كيما هكايا نخسروا لقب. دونك اللي حبيت نقوله كون المدرب ماهوش هو صانع المعجزات وماهوش هو معناتها يكون عنده مساهمه ما ننكروش، لكن معناتها يتقاسم النجاح مع العباد الكل. حاجه اخرى رود كرار وقت اللي جا النادي الرياضي الصفاقسي انسان اسم كبير لكن كلاعب مش كمدرب، هذه حاجه ناكد عليها. وانا من الناس اللي تعرضت للعديد الانتقادات وقت اللي اصريت على استخدام كرول، لكن في وقتها معناتها قعدت مع مدربين اخرين وحكينا معهم، معناتها فريق اللجنه كامله كانت متكونه، اجتماعات كانت ليليه وقت الحال في رمضان، وكرول لقيناه هو الاقرب معناتها باش يتماشى مع برنامج العمل نتاعنا. اليوم بعد التتويج هذا فاجأنا، ولو اللي احنا كانت عندنا معلومات شبه مؤكده من قبل كون كرول على اتصال معناتها قام باتصالات مع عديد الاطراف. هنا جمهور النادي الرياضي الصفاقسي لام علينا برشا، اجابه على السؤال نتاعك معناتها كناش نجمو نحتفظوا بالمدرب نتاعنا. جمهور النادي الرياضي الصفاقسي لام علينا برشا وقت اللي تنازلنا على المدرب نتاعنا اللي فايت الفريق القومي. هنا الحاجه اللي لازم يعرفها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي والاول مره مش نقولوها، احنا وقت اللي تنازلنا على المدرب نتاعنا اللي فايت الفريق القومي اول شيء في اطار مصلحه وطنيه، هذا معناتها حاجه ما يجمش مما لا شك فيه. مما لا شك فيه. اسمح لي سي حسين فقط نقاطعك لانه الوقت تعرف حمادي الدو هو المدرب القادم للنادي الرياضي الصفاقسي، مش تم المحافظه على حمادي الدو ولا ثم اسم اخر مش يكون في الافق؟ لا احنا من اليوم الاول وقت اللي حضرنا برنامج عمل كنا واضحين، قلنا النادي الرياضي الصفاقسي كيما يعمل مدرسه لتكوين اللاعبين من نهار اللي استلمنا مقاليد الامور في الفريق، قلنا كما يلزمنا نعدوا لاعبين كما يلزمنا نعدوا مدربين. واليوم نشوفوها معناتها في الفريق الكبيره في العالم كامل في اغلب الاحيان المدرب المساعد او المدرب الثاني هو اللي يستلم مقاليد الامور بمجرد معناتها ما ينتهي العقد مع المدرب. نعم. الاول. نعم. هذه ثقافه يلزم تغرس في النادي الرياضي الصفاقسي. مش يكون حمادي الدو المدرب القادم للنادي الصفاقسي سيشرف على المقاليد الفنيه فقط. يقولوا لي سي حسين نرجعوا الاجواء الفرح، نرجعوا الاجواء التتويج. اليوم يظهر لي علي عملت دوره شرفيه في صفاقس، كانت اجواء فوق الوصف كما قال سي حسين منذ قليل. صحيح، معني انا تحرمت وكنت في ستاج ايكيب ناسيونال، تحرمت من الشامبيونا في الدخله اللي دخلناها اليوم لصفاقس. في بالي اليوم كانت الفرحه فرحتين، اعتبار اليوم هزيت شامبيونا وهزيت كاس الكاف، في بالي اليوم صفاقس الكل خرجت لبرا فرحانه بالابطال نتاع افريقيا. في بالي حاجه باهيه، حاجه تقعد في البالماريس، تقعد في الميموار نتاع الملاعبي، وفي بالي حاجه كيما هذيا ما تخفاش على جمهور كبير كيما جمهور السي اس اس. ان شاء الله هما ديما يكونوا معنا في الاوقات الباهيه والاوقات الصعيبه، واحنا ان شاء الله ديما نفرحوهم ان شاء الله. اكيد كنت اليوم
لحظة سي حسين، كنت اليوم في قلب الحدث هذا، في قلب الدورة الشرفية هذه. الصور الآن لمشاهدي قناة القلعة. صور ممتازة جدا. إذا أجواء فرحة إن شاء الله، ديما الفرحة في صفاقس، إن شاء الله ديما الفرحة في تونس ككل. صارنا برشا على الأجواء هذه. حبيت نرجع سي حسين شعبان رئيس فرع كرة قدم بنادي صفاقسي وبعض التفاصيل فيما يخص موضوع كرول ممكن مع المنتخب مع نادي صفاقسي. سي حسين، لا وكما قلت معناتها احنا وقت اللي تنزلنا على المدرب نتاعنا اللي فايت المنتخب كانت في إطار المصلحة الوطنية، هذا ما لا شك فيه. لكن ايضا الحاجه اللي ما يعرفها الجمهور ايضا كان في سياسه او محاوله المحافظه على المدرب نتاعنا، لان كانت عندنا تاكيدات كون وكيل اعمال نتاعو كان يقوم او قام باتصالات معناتها جديه وكانت قاب قوسين او ادنى معناتها باش يغادر النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم معناتها في غمره الاحتفال مرعنا كان اعلامنا مع صباح اليوم كون المدرب قرر مغادره النادي نهائيا. هنا ثم نقطه مهمه جدا ما لازم نحكيو فيها. مدرب قرر التخلي نهائيا معناتها بعد سلسله من النتائج الايجابيه وبعد تتويج، هي حاجه ما فهمناهاش، خصوصا كون القرار نتاعو كان صبيحه احتفال. شادو العباد كل يظن لي قراره كان حاضر يعني منذ مده. والله شوف انا ما نحبوش ناخذ الناس بالظن، او ديما نقراو حسن النيه. كثر الكلام ولو اللي احنا ثم حتى معلومات شبه مؤكده كون السيد معناتها كان عنده اتصالات مع عديد الفرق، ابرزها نقولوها بكل صراحه يعني برز اسم الترجي الرياضي التونسي على السطح، اتفاق مبدئي، اتفاق تقريبا كامل. نقولوها بكل صراحه ولو انه السيد رياض بن نور في القناه الوطنيه قال بصريح العباره، قال توجهنا نحو المدرسه الفرنسيه. اعتقد انه ما ينتهي الموضوع هذا الا ما الترجي عين مدرب، والا باش يكون كرول ممكن حتى منذ يوم غد على راس الترجي. شوف انا ما دام ما وقعش حاجه رسميه اليوم نحكي في المطلق معناتها، لكن كما قلت المعطيات اللي عندنا والاخبار اللي قاعده توصل لنا اليوم ما زالت ما تاكدتش. انا نحكي في المطلق، اذا كان ثم فريق اليوم
يعتقد كونه قادر باش يوقف مسيره النادي الرياضي الصفاقسي او باش ياثر على النتائج اللي قاعد يحقق فيها النادي الرياضي الصفاقسي. اذا كان معناتها ما يجمش ينافسنا كرويا باش تقع اعتماد الاساليب الملتويه هذه معناتها باش بطريقه اخرى معناتها يعتقدوا كون بمجرد ازاحه مدرب او بمجرد انتداب بعض اللاعبين اللي نشطوا في صلب النادي الرياضي الصفاقسي يعتقدوا كونه مش ياثروا على المسيره او مش ينقصوا من الانجازات هذه اثنية راهي غلطه وماهيش هذه اثنية صحيحه. اليوم سي حسان تشوفش انه ممكن الكلوز ليبراتوار في عقد كرول يعني 100,000 يورو في المتناول نجم نقول يعني بامكانه كرول هكا موجود في العقد نتاعو معناها تاكد لي المعلومه لا, 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 لا يسهل الخروج من تاع المدرب لا, لا, لا شوف احنا نحكي موجود قبل البند هذا ولا موجود البند لكن 100,000 يورو هذه مش موجوده انا نعطيك التفاصيل نعم المدرب اول شيء النادي الرياضي الصفاقسي ما تعودش سابقا على انتداب مدربين جرايات نتاعهم تكون بحجم جرايه المدرب هذا تعرفوا العباد الكل وقت اللي كنا في مناقشات متقدمه مع المدرب مع تالي امضاء العقد والنقاشات هذه طالت مده كان من اهم العراقيل هي جرايه المدرب ومعناتها ضمان سداد مستحقاته في اول كل شهر اللي هو مش ساهل معناتها نظرا للظروف الماليه الصعيبه اللي يعيشها النادي الرياضي الصفاقسي كما يعيشها جميع الانديه التونسيه. مع تحديات معناتها باش تكون فريق ممتاز قادر على المنافسات مع الانتدابات مع معناتها توفير مستحقات اللاعبين الكل هذا كما نعرفوا الناس كل ماهوش ساهل معناتها في البطوله التونسيه. اليوم وقت اللي جبنا مدرب بالجرايه هذه من ضمن العراقيل اللي اعترضتنا هي الكلوز ليبراتوار. انا كنت من الناس اللي معناتها باشروا المفاوضات وانا صراحه معناتها كنت من العباد اللي مانيش مستعد مع سي لطفي عبد الناظر مع سي ناصر البدوي اللي كنا معناتها في احنا اللي خذينا الملف نتاع المدرب وقتها ما كناش على استعداد كون نونجاجي والنادي الرياضي الصفاقسي في كلوز ليبراتوار تكون بمئات الاف الدنانير اللي نهار اللي لا قدر الله المدرب ما تمشيش مع النتائج ويلقى النادي الرياضي الصفاقسي نفسه معناتها مجبر على طرد المدرب او تغييره يلقى روحه مش قادر على سداد ال المرهق. كلوز ليبراتوار كلوز ليبراتوار هي الموجوده في العقد هي جرايتين مش 100,000 يورو الجراية الواحدة كلورا قداش؟ اللي يخلصها في أول كل شهر أي اللي هي قداش؟ مبلغ الصك اللي تحصل عليه معناتها شهريا معناتها الأمور المادية ما نحبش نحكي فيها بالتفصيل كلوز ليبراتوار قداش خذا؟ ما خداش وما ما الجرايتين أنت مش تعطي لي جرايتين ونقص من على اثنين وانتهى الموضوع مش هكاك تو شوف هي أول شيء الكلوز ليبراتوار اليوم مش تتمتع بها النادي الرياضي الصفاقسي بما أن النادي الصفاقسي مش هو اللي طرد المدرب هو اللي قرر كونه ما عادش يجي يواصل واضح اذا كان انا النقطه الاهم من هذا معناتها من التفصيل الصغير هذا صحيح لا صحيح تفصيل صغير ولكن الاحباء يحبوا يعرفوا الناس لا تتعلم. لا انا الان الامور الماليه عمري ما حكيت فيها كان لعبت كره ولا لعبت كره اكيد راهو يعمل لك مركز هذا مركز قداش الجرايه نتاع كرو لا جرايه نتاع كرو هذا معناتها اذا كان عند واحد عنده حق باش يحكي في الموضوع هذا هو كرو نفسه معناتها انا اليوم ما لكن كرو خرج اليوم كرو خرج وانتم كهيئه مش معناتها خرج رئيس فرع انت رئيس فرع يعني بالامكان ان يعطي معلومه كما كرو الوقت اللي درب في نادي الرياضي الصفاقسي لليوم الصباح معناتها مع بعضنا علاقاتنا راهو وديه وممتازه سيبري اليوم نشوفوها كوني طعنا من الخلف جات لان الطريقه اللي خرج بها هي اللي غلط لكن هذا ما ينفيش كون معناتها طيلة مدة العمل نتاعو كانت ثم علاقات أخوية وثم انجاجمون مورال أكثر منه نتاع دي كونترا. كرول اليوم إذا كان اللوم عليه هو كونه معناتها جاء في اشطر السكة وسيب الفريق، كان يجم يجي يعلن يقول يا أخي أنا الكونترا نتاعي يوفى في سبتمبر 2014 لكن أنا مع مرحلة مع انتهاء مرحلة الذهاب لو جو انترونور على رواحكم راني مشي نخرج على روحي. هنا كانت تجم تكون خير. ولو اللي بون ما نجمش نتفاهم انا معناتها مع نتائج كيما هكا مع فريق ممتاز كيما الموجود ومعناتها مدرب يمشي لوج على وجهه اخرى
هذه وترسيله معناها يدفع 50,000 دينار اللي هي الجرايه نتاعو في الاثنين. حاجه اخرى معناتها اذا كان نحكيه بمنطق بروفيسيونيل وكيل لا ما جاوبتش وكيل الاعمال نتاعو كان حتى اذا كان المدرب ما يحبش يحكي في التفاصيل هذه كان يجي وكيل الاعمال نتاعو يتصل ويعلم اللي مش يقع فك الارتباط ما بين الاثنين لكن على الاقل يعطي مده. انتم تعرفوا حتى كي يبدا موظف في شركه مش يقدم استقالته بالقانون يفرض عليه مدير المؤسسه كونه يعمل باساسيون ما تاخذ شر. انا اليوم ما توقعت تخلي على الفريق ما بكيفيه غريبه رغم انه الحافز موجود سي حسين تشامبيونز ليج يعني حافز لاي مدرب ما فهمتش يعني ما على كل حتى نفرضوا مشى للترجي ترجي تشامبيونز ليج يعني نفس الحافز تقريبا ممكن لهنا العامل المالي هو اللي المدرب هذا لو كان دخل تونس في اي فريق بخلاف النادي الاهلي الصفاقسي لو ما كانش يجي يحقق حتى اشطر النتائج اللي حققها في ظرف عام ونص هذا مما لا شك فيه. حاجه اخرى اهم من الكل هي كون نادي الاهلي الصفاقسي راه عمره ما يقف على اي اسم مهما كان المركز نتاعو معناتها النادي الصفاقسي هو اللي انت هو اللي يخلق الاسماء هو اللي يكبر العباد مش العكس. هذه حاجه ناكدوا عليها اليوم البديل موجود قطار نادي الاهلي الصفاقسي ماشي واصل التقدم نتاعو معناتها بكل ثبات. راس المال اللي بيه الفايده هما اللاعبين ما تغير من حد شيء. جينا البيت القصيد سي حسن ثم نيه للتفريط في اللاعبين ام لا؟ هذا الحديث تذكر لانه نعرفوا على غير جميع الانديه يعني مش نادي الصفاقسي اكسبسيون معناها ثم ازمات ماليه في النوادي ثم نيه للتفريط تحديدا دونك فخر الدين بن يوسف. شوف انا كثر الكلام في المده الاخيره على النادي الصفاقسي ماشي يبيع النادي الصفاقسي ماشي يبيع حتى اليوم سمعنا كون النادي الصفاقسي هو اللي باع كرول معناتها من الحوايج المضحكات المبكيات هذه معناتها يعني ما بانش لاعبين حتى نبيعوا مدرب. احنا عملناه معناتها كنا واضحين جدا وقت بعد ما توجنا بالبطوله الطلب الرئيسي للجماهير هو التركيز على المسابقه الاغلى للنادي الرياضي الصفاقسي معناتها قعدت له كل لوعه في قلبه وقت بعد الخيبه نتاع 2006 المسابقه الاهم اللي اليوم نركزوا عليها واللي الطموح نتاع العباد الكل باش نوصلوا ونحققوها هي رابط الابطال الشامبيونز ليغ. ان شاء الله عام جاي الوقت هذا يكون اللقب هنا ونكونوا حاضرين في نفس الموعد ان شاء الله في قناه القلم ان شاء الله. ان شاء الله. تبقى اليوم معناتها باش نجيو نسكروا باب التنقلات هذا لا سبيل اليه. احنا عملناه الوقت اللي الجمهور طالب كون نادي الصفاقسي ما يفرط في حتى حد فرطنا في 8 لاعبين لكن حتى واحد ما حس كونه فرطنا في ناس. اليوم تغيير اللاعبين مع حاجه هذه لازمه في اي فريق قدامه موجوده في الرياضه تبقى ثم ركائز اساسيه في النادي الرياضي الصفاقسي اللي ناكدوا كون مش بشقة التفريط فيهم كان بعد مسابقه الشامبيونز ليغ هذا ما لا شك فيه. سي حسين سؤال مباشر بين عام او لا ثم عروض لبعض اللاعبين ام لا؟ العروض موجوده العروض موجوده من قبل بالرغم من قيمه العروض ومن اهميه العروض جديه يعني تقريبا جاوبتني قلت الشامبيونز ليغ المسابقه الابرز نادي الصفاقسي فيما بعد نشوفه. نعم بالضبط وكما قال سي حسين النادي الصفاقسي يصنع المدربين رود كرول وكذلك يصنع اللاعبين فخر الدين بن يوسف علي يظل رجل الدور النهائي سواء ذهابا او ايابا اكيد الاستحقاق للملاعبيه الكل ولكن تحس فخر الدين بن يوسف عمل حاجه حب يعوض ممكن انا شفته في مباراه منتخب التونسي الكاميرون خرج يبكي ممكن هكا حب يعوض حب يعطي الاضافه لنادي الصفاقسي وكان ذلك في الذهاب وفي الاياب في الدور النهائي. بيان سور حلم كل ملاعب انه يتعدى يلعب كوب دي موند. بالنسبه لفخر الدين معناها كانت بالنسبه لي هو باش تكون اول مشاركه في كوب دي موند دونك حس برشا من المقابله نتاع الكاميرون لكن في بالي حط في قلبه خدم على روحه وعرف اللي فما مسابقه افريقيه اخرى تستنى فيه كبيره برشا زادة. الحمد لله في بالي فخر الدين ظاهر اللي وين يبدا في مستواه يبدا في نهاره ينجم يعمل ديفيرونس في اي وقت كونتر اي جمعيه كونتر اي ادفيرسير قاعد يخدم على روحه من اللي جالس سي اس اس قاعد يخدم في معناها في سمت قاعد يقدم في البلوس ان شاء الله يكمل هكاك وان شاء الله يعاوننا في قدم مقابلات ان شاء الله. كما قال سي حسين لاعب كان مغمور ولكن بقدوم نادي الصفاقسي قدم عطاء كبير برشا واكيد قدم الاضافه لنادي الرياضي الصفاقسي. حبيناه يكون حاضر احنا فخر الدين بن يوسف اليوم ولكن طبعا كل لاعب وظروفه. هذا بورتري الفخر الدين بن يوسف رجل الدور النهائي ذهاب واياب ولكن من خلاله
من خلاله من خلال فخر الدين بن يوسف هي أكيد تحية لكل لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي. أقل من زوز مواسم فقط تمكن اللاعب فخر الدين بن يوسف من خطف أنظار التوانسة الكل اللي كانت متجهة نحو لاعب الترجي الرياضي التونسي سابقا يوسف المساكلي وتحويل عليه فضل ما يملك الروج من قدرات بدنية وفنية وتكتيكية عالية. ابن 22 سنة كراوتش تونس مثل ما يحلو لأنصار الأبيض والأسود مناداته مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب ينشط في إفريقيا، كان سند كبير النادي الصفاقسي في حصوله على بطولة الدوري التونسي موسم 2012-2013. الجولدن بوي أو الفتى الذهبي للهولندي كرول يخلق من الضعف قوة بعد ما قادر ضرب الجزاء في الدور السادس عشر الثاني أمام رانجرز النيجيري. فخر الدين يكثر على غلطه ويمر إلى سرعته القصوى في كأس الكونفدرالية ويعطي 7 تمريرات حاسمة ترجمت إلى أهداف، أبرزها تمريرة النصف النهائي أمام النادي البنزرتي وزوز إمدادات ذكية في ذهاب النهائي مكنت فريقه من أريحية معنوية قبل مباراة الحسم في لوبومبا تشاد. 4 أهداف هي حصيلة الروج في المسابقة الإفريقية، أغلاها هدف في شباك حارس مازامبي اللي فرح به فخر الدين 12 مليون تونسي، ليكون بذلك تجول هذه النسخة من كأس الكونفدرالية اللي غلق فيها بن يوسف طابع خاص لنفسه، وذكر أحباء الساحة المستديرة باللاعب البرتغالي الفريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو. الحمد لله الناس كل يعني فرحانين بالبونت وبالتتويج اليوم، ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما سيسس في الألقاب. دماثة أخلاقه وحبه للمريول وعطائه الدائم هي أسباب خلات فخر الدين بن يوسف يتربى على قلوب الصفاقسية اللي أعلنت منذ بروزه ولادة نجم ساطع في سماء الكرة التونسية لكن بمواصفات عالمية. عدنا إذن من جديد كان بورتري للاعب فخر الدين بن يوسف، متميز بالفعل هذا اللاعب، أداء كبير في ذهاب الدور النهائي وكذلك في الإياب كان لاعب مؤثر، طبعا هذا ما ينقص حتى شيء من استحقاق بقية اللاعبين. سي حسين شعبان، النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا خرج من المسابقة ولكن عاد بخطا قانوني من جانب فريق إنوغو رانجرز النيجيري. نذكرني في كان ذكر في اليورو 92 اذا ما خاتنيش الذاكرة، الدنمارك بعد ما غاد المسابقة تماما جاء وعوض فريق يوغوسلافيا وقتها، وفيما بعد تمكن من الحصول على اللقب. ممكن عديد النوادي نجم نقول بين ظفرين ارتاحت من نادي الصفاقسي، مش موجود فريق عريق، فريق يعرف هذه الكأس الإفريقية جيدا ولكن يعود للمسابقة ويتحصل على كأس الكاف. وبالفعل أنا تحية شكر، احنا قلنا قبل ان نعودها اليوم، تحية شكر لإدارة النادي الرياضي الصفاقسي وعلى رأس ياسين بنطار، الناس اللي اليوم معناتها النادي الرياضي الصفاقسي ولا يستفيد من اخطاء المنافسين، وهذا ما يتيح القانون بطبيعه بالفعل، وحتى منافس ما نجم يستفيد من هفوة قانونيه ضد النادي الرياضي الصفاقسي، هذه حاجه تحسب للاداره. النادي الرياضي الصفاقسي وقت اللي انسحب من مسابقه الكاف مش لانه فريق إنوغو اقوى منه ضد الفريق النيجيري، تبقى الظروف اللي جرات فيها المقابله كانت ظروف خاصه، تعرفوا الناس كل كان من المفروض باش نتوجوا بلقب البطوله يوم بشقعه تسليم الرمز، وبعد صار الاحتراز من الفريق المنافس وقلنا مش ناخذوها ما احناش باش ناخذوها، حصير وما ضيعنا التركيز في مقابله كانت المتناول، حتى الفرص اللي جات النادي الرياضي الصفاقسي كانت تعد بالعشرات. حبنا ربي فوقنا بثغره معناتها كما قلت اداره النادي الرياضي الصفاقسي ورجعنا للمسابقه واللي حققناه في المسابقه هذه معناتها حاجه تدخل التاريخ. النادي الرياضي الصفاقسي ترشح للدور النصف النهائي من 3 مباريات الاولى في دوري المجموعات، معناتها وصلنا حتى النادي الصفاقسي عنده 9 نقاط وثلاثة فرق مع بعضهم ما عندهمش 9 نقاط. معناتها باركور ممتاز جدا عملناه، وكان التتويج اللي شكوا فيه حتى الكثير من العباد معناتها الجمعة الفايتة. تو نشوف في روبورتاج معمول على فخر الدين بن يوسف
أول شيء فخر الدين معناتها عنصر من العناصر المؤثرة في النادي الرياضي الصفاقسي، لكن فخر الدين معناتها التألق والتميز نتاعه هذا مش يصنع فيه وحده، هو ثمرة لعمل جميع زملائه في الفريق. الحاجة الثانية اللي حاب نأكد عليها هو كون نادي الرياضي الصفاقسي اليوم يزخر بشباب معناتها كيما فخر الدين بن يوسف. اليوم عندنا ياسين الخنيسي، عندنا فرجاني ساسي، عندنا إبراهيم ندونك، علي معلول، وسيم كمون، شلوف، غازي شلوف، محمد علي منصر، معناتها شبيبة ولاد صغار في العمر وعندهم مستقبل كروي كبير برشا قدامهم. وهذا علاش ساعة كنت كون نادي الرياضي الصفاقسي هو اللي يصنع الرجال، هو اللي يصنع اللاعبين مش العكس. أي نعم. اللي ما يمكن حتى الجمهور ما يعرفهاش، النادي الرياضي الصفاقسي اليوم فيه لاعبين اللي استقدمناهم السنه الفارطه في مسابقه الكاف هذه من غامبيا، لاعبين ممتازين جدا اليوم اخذناهم لان شفنا فيهم المستقبل والمواصفات، ولليوم مازال ما عندهمش حتى السن القانوني معناتها للامضاء وللعب، لكن هذه هي مدرسه النادي الرياضي الصفاقسي معناتها ديما تعد اجيال والخدمه بالضبط، الخدمه نتاعها تكون على المدى الطويل. ثم سامحني بالله يا سيدي قبل ما تاخذ الكلمه، هنا ثم كلمه صغيره نحب نوجهها لبعض الناس اللي شكت في قدره النادي الرياضي الصفاقسي على التتويج باللقب. وسمعنا لغه جامي دو سونتروا، واليوم السنه معناتها عام الخيبات بالنسبه للكره التونسيه، يقول النادي الرياضي الصفاقسي راه ما يدخلش في الحسابات هذه. النادي الرياضي الصفاقسي اليوم فريق من متميز على جميع الاصعده وقادر على التتويج، مش في لومباتشي ضد مازامبي بالذات، ما قادر باش يتوج ضد اعتى الفرق مهما كان اسم المنافس. حاجه اخرى، الناس اللي سمعناهم يحكيوكم فخر الدين بن يوسف يضيع في وقته كي يلعب في البطوله التونسيه، هنا اذا كان نفهموا معناتها يضيع في البطوله التونسيه يلعب كان في النادي الرياضي الصفاقسي، معناتها نفهموا كون يضيع في وقته كي يلعب في النادي الرياضي الصفاقسي. السيد هذا اللي قال الكلام يلزم يعرف كون النادي الرياضي الصفاقسي اليوم هو اكبر فريق في تونس، وكون فخر الدين بن يوسف ما هوش يضيع في وقته. علاش حسين ما توجهلوش مباشره شكون اللي قال الكلام؟ لا ما زايد ما تذكر الاسامي حتى، والله حتى اسمه لا نعرفه، انا سمعت التصريح وبر. اليوم ان فخر الدين بن يوسف اللي باش نجاوبوه نقولوا له مش قاعد يضيع في وقته كي يلعب في النادي الرياضي الصفاقسي، فخر الدين بن يوسف قاعد يطور في امكانياته وقاعد يثقل في المواهب نتاعو. وفخر الدين كغيره من اللاعبين نهار اللي نلقاه العرض المناسب اللي يتماشى مع امكانيات فخر الدين بن يوسف ويحقق له الطموح نتاعو ويستفيد منه العرض، في نفس الوقت النادي الرياضي الصفاقسي مش قاعد تفريط فيه، لكن ناكدوا عليه كونه مش في البطوله التونسيه مش قاعد تفريط فيه في البطوله الاوروبيه. ان شاء الله يعطيك الصحه سي حسين. نرجع سفيان ساسي. سفيان اكيد عندك ما تقول على تتويج النادي الرياضي الصفاقسي اللي بصراحه مستحق على طيله يعني الباركور اللي عامله، وممكن اذا كنت تحب تتكلم على فخر الدين بن يوسف تحديدا. قبل كل شيء نهني سي حسين والعائله الموسعه النادي الرياضي الصفاقسي بهذا التتويج، ونهني معناتها كافه رؤساء النادي الرياضي الصفاقسي والمسؤولين كما قال ثم رجال معناتها تخدم ما وراء الستار، هذه ناكدها انا، وناس قاعده معناتها تدعم في النادي الرياضي الصفاقسي وماهيش ناس معروفه. وبالنسبه لي سي حسين الرجل المناسب في المكان المناسب، ويعطي الصحه اللي قدمه معناتها السنه الفارطه والسنه هذه في النادي الرياضي الصفاقسي، اضافه الى كل من نصر البدوي، اضافه الى كل المسؤولين الموجودين من اطار طبي واطار فني وإطار إداري، خاصة ثم ناس في الإدارة قاعدة تخدم في النادي الرياضي الصفاقسي بكل جدية. تتويج هذايا معناتها ثمرة العديد من معناتها التضحيات كبيرة النادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا احنا الفرق التونسية كلها تتعدى بأزمة مالية كبيرة برشا، ثم ضغوطات كبيرة ياسر، ما ثماش جماهير قاعدة تدخل، وتحية للجمهور هذايا اللي قاعد حاضر بناقة. وانا اليوم راني مش نكون في وسطهم انا، ومش نسال من بعد سؤال سي حسين اللي نظل لي كرول هو اللي عامل بوز كبير ياسر لحد الان في البطوله التونسيه، وكذلك معناتها في كل معناتها في كل الجمهوريه التونسيه. نحب نقول علاش معناتها احنا نحبذوا يا حبذا معناتها نواصلوا مع نفس المدرب لمده سنوات ثلاثه او اربع سنوات، لان البصمه نتاع المدرب واضحه في النادي الرياضي الصفاقسي، طريقه اللعب النادي الرياضي الصفاقسي تطورت للغايه، جنينا ثمرات في بطوله في تونس وكاس الكونفدراليه الافريقيه، كذلك
كذلك ثم مواصلة ثم عنا سيبر كوب مع الأهلي المصري. نطبو الآن نادي الصفاقس والجماهير تطمح إلى العالمية أكثر من هكا، علاش ما كانش الكلوز الليبراتوار متاع السيد المدرب كرول تكون معناتها أكثر ما ضغطين عليها؟ كرول علاش في الوقت هذا اختار بالذات باش يخرج من نادي هذه الصفاقسي؟ شنو الوجهة متاعه؟ اسكو نجمو نعرفوها ولا ونعرف نادي الصفاقسي راه قادر باش يخلص كرول ويخلص معناتها باش على مستوى المادي أو أكثر، ونعرف لي رجال الأعمال اللي موجودين معناتها الصفاقسية قادرين باش يخلصوا معناتها راتب عالي كلكو سوا هو. هذه هم الأسئلة متاعي سي حسان، وإن شاء الله نكون معناتها ونعاود نبارك لك مرة أخرى بهذا التتويج، ونبارك للنادي الرياضي الصفاقسي والعائلة الموسعة النادي الرياضي الصفاقسي، ونقول أن رؤساء النادي الرياضي الصفاقسي الكل خدموا معناتها، ونهنيهم الكل من أول رئيس النادي الرياضي الصفاقسي إلى آخر رئيس النادي الرياضي الصفاقسي. باختصار سي حسان لو تسمح. باختصار شديد يعطيك الصحة سي سفيان، شكرا على الإطراء ولو اللي هو مبالغ فيه شوية، معناتها مانيش ثم رجال آخرين معناتها يمكن يكونوا مناسبين أكثر مني معناتها باش يكونوا في المنصب هذا. أتبقى إجابة على الأسئلة نتاعك. فيما يتعلق بالكلوز نتاع كرول حكيت فيه الموضوع الساعة شوية، معناتها كرول الوقت اللي جا كاسم كبير كلاعب مش كاسم كبير كمدرب، ومن ضمن الحوايج اللي قريناها لحسابها وبالحق معناتها هذه من هنا الفريق معناتها ثم فريق عمل كامل يشرف عليه رئيس الجمعيه معناتها الاستراتيجيه نتاع العمل، وانا نشوفها استراتيجيه ناجحه جدا. وقت اللي تجيب انسان يكون معناتها كمدرب البالماريس نتاعو ماهوش كبير، ديما تقرا حساب الفشل لا قدر الله كما تقرا حساب النجاح. بالفعل واستجاب المواصفات كنا احنا نلوجوا عليها، لكن كنا نخليه فرضيه كون نادي رياضي الصفاقسي قرر الاستغناء عليه والكلوز نتاعو مثلا بقيه العقد كامل. هنا مش لقاو روحنا معناتها النادي الصفاقسي مطالب مثلا لو كان عملناه الوقت اللي ما مشاتش ليريزي تاع الاول وقررنا الاستغناء بكلوز كيما سالت انت تو، راه النادي الصفاقسي قال روحه مطالب بدفع 800 ولا 900 الف دينار، هذا مبلغ ما نقدروش عليه. وعلى هذا الاساس الكلوز ما كانتش كبيره، لان قرينا حساب الفشل كيما معناتها تمنينا النجاح. من ناحيه الوجهه نتاع المدرب احنا سمعنا وكيل اعماله خرج علينا معناتها بمسرحيه كون المغرب والسعوديه وهذه الحوايج نعرفوها، مش 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 يحكيوا فيها 3-4 ايام والفريق في المغرب او فريق في الخليج، وبعد في الاخر مش يقولوا يا سيدي ما معروف مسبقا الوجهه وين. لكن انا الساعه اكدت اذا كان ثم فريق تونسي اليوم مش تحدى النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق المدرب نتاعو مالي كان يتحمل تبعات هذايا. اذا كان ثم مسؤولين في فريق منافس معناتها ياخذوا الريسك باش يستعداو جمهور كامل وباش يستعداو معناتها اداره نتاع فريق كامل، اخويا مالي كان يتحملوا مسؤوليه الاعمال نتاعهم. النادي الصفاقسي مش هو اللي طرد المدرب نتاعو، المدرب هذا قرر الاستغناء لفايت على ما يبدو فريق اخر دونك يتحمل تبعات نعم. كل شيء نعم. الفريق تجمش يتحدى اسكو فريق تونسي او فريق معناتها انا اليوم 99% جاوب وراه اليوم ما حبش يقول الترجي فقط. لا 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 اليوم ما دام ما ثمش حاجه رسميه، انا ما نحكيش، نقول كما قلت احنا المعلومات الوحيده اللي عندنا عن طريق وكيل اعمال وقال فريق مغربي او فريق سعودي بما في تونسي من العاصمه الله اعلم. فيما يتعلق برجال الاعمال والدعم هنا نشكر كل رجال الاعمال اللي دعمت النادي الرياضي الصفاقسي، لكن ناكدوا كون الدعم مازال ناقص برشا على المطلوب اليوم امام التحديات هذه امام مارتار فريق يلعب على القاب يحب كل عام موجود كل يوم. سامحني على المقاطعه، الاموال الكاف عندكم شي فكره قداش تتصب؟ في حدود المليار تقريبا اموال الكاف تتصب على جزئين، لكن قبل 31 ديسمبر ناكد لك كون اللي صرفناه على القاب اكثر من الاموال اللي مش تجي معناتها انا كي نحسبوا حتى زوز طائرات خاصه ونحسبوا تذاكر الطائرات نتاع التنقلات الاخرين مع معاليم الاقامه سواء كي نتنقلوا او كي يجي فريق الضيف نلقاو روحنا معناتها تجاوزنا بكثير المبلغ اللي باش نتحصلوا عليه. نعم الاكيد ان نادي الصفاقسي صرف برشا ولكن ما مشاش يعني بدون نتيجه، النتيجه هي التتويج بكاس الكاف للمره الرابعه في تاريخ نادي رياضي الصفاقسي. مش نرجعوا لمحه عن مسيره نادي رياضي الصفاقسي خلال هذا الموسم في كاس الكاف.
كسب ود الأميرة الإفريقية الممثل كرة القدم التونسية عانق فيها النادي الرياضي الصفاقسي الإبداع وجلب أنظار كل المتابعين لهذه النسخة واللي تزامنت مع حصول فريق عاصمة الجنوب على بطولة الدوري التونسي. البداية كانت في شهر مارس ملاقاة نادي جامتيل الجامبي في الدور 32 والفوز عليه ذهابا وإيابا، ثم يزيد توغل النادي الرياضي الصفاقسي في الأدغال الإفريقية ويروض نادي الشياطين السود الكونغولية في الدور 16 الأول وينتصر عليه في الميري بالنتيجة 3-1. في حين اكتفى أبناء المدرب كرول بالتعادل إيجابي 1-1 في الكونغو بظروف غير عادية على كامل البعثة التونسية. في الدور 16 الثاني يصطدم النادي الصفاقسي بفريق محترم واللي هو نادي إنغو رانجيرز النيجيري اللي تغلب على جوفنتوس العرب في نيجيريا 1-0، في حين انتهت مباراة العودة بصفاقس بالتعادل السلبي، مما يعني انسحاب النادي الصفاقسي قبل دور المجموعات. لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان له رأي مخالف ويرشح الصفاقسية الى دور المجموعات على حساب الفريق النيجيري بعد الاحتراز الفني اللي رفته ادارة النادي ضد حارس مرمى نادي رينجرز. في دور المجموعات السي اس اس يثأر لسمعته ورد على كل النقاد والمشككين في احاقية النادي بالترشح، ينتصر على كل منافسيه في المجموعة اي النجم الساحلي سان جورج لاثيوبي في 68 والملعب المالي ويتعادل في مقابلتين وما يعرفش تعمل هزيمة في حتى لقاء. سجل 8 أهداف، 6 منها خارج الديار، وبعد يقتطع أول تذكرة عبور للدور نصف النهائي على رأس مجموعته ب14 نقطة. زملاء رامي الجريدي يواصلوا الإقناع والإبداع في الدور نصف النهائي على شقيق البنزرتي، فضل عرض كرة ويبقى في الباب وهدف دريساكو ياتاي اللي حقق جميع الأمال وصعد بالصفاقسية إلى المباراة النهائية أمام القوي مازان بالكونغولي اللي معرفش تعمل هزيمة في كامل النهائيات الإفريقية اللي خاضها. لكن النادي الصفاقسي يركع الغربان في مباراة الذهاب وينتصر بهدفين لصفر في مقابلة أجمع عليها الجميع أن ممثل الكرة التونسية انتقل في أدائه إلى العالمي، ثم يتحول إلى لوبومبا تشيك. ورغم البداية الصعبة لأبناء المدرب كرول لأنهم أكدوا مقولة النهائي يتربح ما يتلعبش، فضل هدف فخر الدين بن يوسف اللي تنفس من خلاله السي اس اس السعداء وحول وجهة الأميرة الإفريقية إلى صفاقس بعد ما اختارت النادي الصفاقسي عريس لها للمرة الرابعة في تاريخه، تعلم بذلك قصة الحب الأزلية اللي تربط الجماهير الصفاقسية بكأس الكونفدرالية الإفريقية. كبيرة الحجم بشعار نادي الرياضي الصفاقسي تاريخ التأسيس 1928 بقطعة الورد. سي حسين شعبان شكرا بارك الله فيك باسم قناة القلم قائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي باقة ورد علي معلول بارك الله فيكم يعطيكم الصحة، باقة ورد كذلك لأحباء النادي الرياضي الصفاقسي اللي حضروا تفضلوا يعطيكم الصحة الأولاد شكرا لكم أجواء أكثر من رائعة. حبيت
حبيت تحية لو تسمحوا لكل من سهر على أعداد هذه المنوعة الخاصة جدا. شكر كبير برشا لكل زملائنا التقنيين سليم دبك، دالندا طرابلسي، سفيان دريرة، محمد علي غزال، أنيس طرابلسي، نادر قطاطة، رامي السقة، كامل الفريق التقني اللي أمن هذه الحصة. في الحقيقة أنا سق ماراثوني يعني منذ البارحة بعد تتويج النادي الرياضي الصفاقسي مباشرة. الشكر لقناة القلم في تغطيتها لهذا الحدث. النادي الرياضي الصفاقسي، شركة سيفاكس ايرلاينز، يعني نحكي على ثلاثة أقطاب في صفاقس. إن شاء الله ديما الأفراح في صفاقس، إن شاء الله ديما الأفراح في تونس ككل، وصفاقس هدية الفرحة لكل التوانسة. تتويج بكأس الكاف على هذه اللقطات الجميلة، على هذه المشاهد الممتازة. نطلب من سي حسين شعبان من قائد فريق النادي الصفاقسي علي معلول قطع هذه القطعة المرتبات. شكرا للجميع، إلى اللقاء. هيا اللي قالوا لي تفضل.